سلام الحاجات، كنتمنى تكونوا على خير. اهلا بكم في قناة كوك ارز ام علي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد التحليه شرقيه او دساغ شرقي. بزاف منكم غادي يكونوا كيعرفوها، اللي هي الكنافه، واللي ما كيعرفهاش هذه هي الفرصه يجربها. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 500 غرام ديال الكنافه كنشريوها واجده، 150 غرام ديال الزبده، جوج معالق كبار ديال السكر بودره، 200 غرام من الكريمه، 150 غرام من الحليب، جوج معالق كبار ديال النشا، جوج معالق كبار ديال الكوك اللي هو جوز الهند، وجوج معالق كبار ديال الزبيب. اول حاجه كنديروها كما كتشوفوا كنقطعوا الكنافه صغيره، قطعوها بيديكم ولا بمقص، المهم خاصكم تقطعوها صغيره كتولي بحال الشعريه. ومن بعد كنحطوا عليها شويه ديال السكر بودره، دوك جوج معالق اللي قلنا، وكنخلطوها مزيان وكندهنوها مزيان بالزبده، كنبسبسوها مزيان بالزبده، كنكبوا عليها ديك الزبده المذوبه وكنخلطوها مزيان كما كتشوفوا في الفيديو. الكميه ديال الكنافه كتبقى على حسب عدد الاشخاص. انا عندي مول كبير شي شويه، بغيت ندير كميه كبيره، درت 500 غرام، ممكن ديروا غير 300 ولا 350 غرام، راها كافيه الا كان المول ما كبيرش بزاف. بالنسبه لكميه السكر بودره كتبقى على حسب الذوق، اللي بغيتو ممكن تستغناو عليه. انا شي مرات ما تنديروش وكتجي زوينه بزاف، ولكن بالنسبه للناس اللي كيبغي كيعجبهم داك الطعم ديال الحلاوه بزاف يزيد يديروا جوج معالق ولا يديروا اكثر على حسب الرغبه، ممكن ديروا اكثر الا بغيتو. من بعد ما كنخدموا ديك الكنافه مزيان وكندخلوا فيها الزبده كما كتشوفوا كتولي كلها مبسبزه، يعني كلها مدهونه، كنقسموا ديك الكميه ديال الكنافه على جوج، وكنجيبوا ديك الصينيه ولا داك المول اللي غادي نديروا فيه الكنافه ديالنا، كندهنوه مزيان بالزبده وكنحطوا فيه النصف ديال الكميه كما كتشوفوا. اللي تحطوا نصف الكميه ديال الكنافه اللي عندكم ضغطوا عليها مزيان بيديكم، وجيبوا حتى شي حاجه الا عندكم شي حاجه ديال شي لاطه واحده اخرى كما كتشوفوا عندي انا، وضغطوا عليها مزيان، خاصكم تضغطوا عليها مزيان باش يجي الشكل ديالها زوين في الاخر. غادي نوجدوا الكريمه اللي غادي نديروا فيها. كنحتاجوا 200 مللتر من القشده الطريه او الكريمه السائله، كنديروها فوق العافيه على نار مهيله، وكنوجدوا الخليط ديال الحليب والنشا اللي غادي نزيدوا عليها. خلطوا ديك 150 مللتر ديال الحليب مع جوج معالق ديال النشا وشويه ديال الفاني الا بغيتوا الطعم ديال الفاني، وكتخلطوهم مزيان باش ما يكونوش داك الحبيبات، وكنزيدوا هذا الخليط على ديك الكريمه اللي فوق العافيه. الا ما عندكمش الكريمه ولا القشده الطريه ممكن تستغناو عليها وتعوضوها بالحليب، يعني ديك 200 مللتر ديال الكريمه كتعوضوها ب 200 مللتر ديال الحليب. من بعد ما كنزيدوا داك الخليط ديال الحليب والنشا الكريمه اللي فوق العافيه كنبداو نخلطوا، ما كنحبسوش، كنستمروا في التحريك حتى كتجمع راسها وكتولي القوام ديالها مجموع، كتولي عاقده شي شويه. وكما كتشوفوا هذا هو القوام اللي خاصنا نحصلوا عليه، كيكون كريمي. دابا غادي نحطوا داك الخليط ديال الكريمه ديالنا اللي صوبنا، كنحطوه فوق الطبقه الاولى ديال الكنافه، ومن بعد كنزيدوا عليها شي شويه ديال الكوك من الفوق، كندردروها بالكوك من الفوق والزبيب او مكسرات، يعني كيبقى على حسب الاختيار، حتى اللي بغيتوا تحطوا فيها شويه اللوز ولا القرقاع ولا شنو في اللي كيعجبكم نتوما. بالنسبه لي انا كندير الزبيب والكوك. اللي تكونوا كتحطوا الكريمه ردوا البال ما توصل لكمش الجنب باش ما تحرقش، باش في الاخر يجي الشكل ديالها زوين. ملي كنحطوا الزبيب والكوك ديالنا كنديروا الطبقه الثانيه ديال الكنافه وكنضغطوا عليها مزيان كما درنا في الطبقه الاولى. الناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره كنقول لهم مرحبا بكم، وبطبيعه الحال مرحبا بالناس اللي متبعين قبل، كنتمنى انكم تشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. كما قلت لكم من بعد ما نديروا الطبقه الثانيه ديال الكنافه نجيبوا شي حاجه اللي غادي نضغطوا بها كما غتشوفوا في الفيديو، ونضغطوا مزيان، ما تخافوش يعني الكريمه راه ما غاديش تخرج لكم من الجناب ولا شي حاجه، جيبوا شي حاجه وضغطوا مزيان باش ملي كطيب كطيب مجموعه وكتجي زوينه في المنظر. دابا غادي ندخلوها للفران، درجه الحراره كتكون ما بين 200 و220 بالكثير، والعافيه كتكون غير من الفوق. هي من بعد ما تحمرات من الفوق كنخرجوها باش نقلبوها كما كتشوفوا معايا، جيبوا شي موس دوزوه من الجناب وجيبوا شي صينيه وقلبوها فيها وردوها طيب مره اخرى، وردوا البال راه ملي كديروها في الفرن راه دغيا كتحمر، راه ما كتاخذش وقت بزاف، راه ممكن ربع ساعه بالكثير وكتطيب، على حسب طبعا على حسب النوع ديال الفران، ما هي راه ما كتعطلش، راه دغيا كطيب. وها هي هنا من بعد ما طابت الجهه الثانيه كما كتشوفوا تحمرات مزيان واللون ديالها زوين، مازال سخون يلا خرج من الفران. واول ما كتخرج من الفران غير كتخرج كنسقيوها. بالنسبه للسقوه كنسقيوها بسيرو، كنصاوبوه كميه ديال الماء قدها ديال السكر، يعني كاس الماء كاس السكر، درت جوج كيسان الماء ديروا جوج كيسان السكر، ديما الماء قدو قد السكر، وكديروهم فوق العافيه وكتخليهم حتى كيغلاو وكتحيدوهم كتخليهم يبردوا. طبعا السيرو كتوجدوه قبل كاع ما ديروا الكنافه، وملي كيبرد كتسقيو به كما كتشوفوا، سقيوها على حسب، الا بغيتوا الحلوه بزاف سقيوها مزيان، بغيتوا غير شي شويه ديروا لها غير شويه، داكشي كيبقى اختياري. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ممكن ما تزينوهاش وتحطوها بحال هكا، انا سبق لي كليتها عند مصريين وكليتها عند تركيين ما كيزينوهاش، كيحطوها من غير تزيين، غير هذه لمسه خاصه مني انا، بغيت نزينها من الفوق وصافي. بالنسبه للتزيين انا درت شي شويه ديال الكوك وشي شويه ديال البيستاش وواحد السوغيزا في الوسط، حب الملوك في الوسط. وها هي كنافتي الحلوه وجدات، زوينه كما كتشوفوا، المنظر ديالها زوين والمذاق ديالها شهي بزاف، غادي تعجبكم.
كنتمنى ان الوصفات ديالي يكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم. الى الفيديو ديال اليوم عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش لايك وتعليق وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم باش الكل يستفيد. ولا عندكم اي سؤال ممكن ترسلوني عبر الفيسبوك والانستغرام، صفحاتي كلها سميتها كوك ارت ام علي. الصحه والراحه ونهاركم